تركزت حلقة هذا الأسبوع من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حول النعم والبركات التي ننالها في عيد القيامة المجيدة، حيث شارك في الحلقة عبر اتصال هاتفي كل من سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والأب بطرس جنحو كاهن رعية كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية والأب فرح حجازين رعي كنيسة الرميمين للاتين والأخت ماتيلدا سمردلي من راهبات الوردية المقدسة في الحصان. وقد أثرى ضيوف البرنامج الحلقة بآرائهم، فإلى هناك. غلب الموت بقيامته ووعدنا بالحياة الأبدية وبقيامة الأجساد وأعد لنا مكانا في الملكوت السماوي، وأيضا قهر فينا وحولنا الشر والخطيئة اللي هي سبب عذاب الإنسان. فأتمنى أنه كل واحد فينا في هذا الزمن الصحي أنه يتحول إلى إنسان جديد متصالح مع ذاته مع ربه ومع قريبه. هذه أمنيتي للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. برسل تحياتي إلى أسرة نورسات الأردن الذين يعملون جاهدا لنقل البشارة من كنائس الكنائس الشقيقة والكنيسة الأرثوذكسية. ولكن أنا عندي كمان لازم أعطي معلومة أنه نورسات وصلت البشارة لكل بيت، وهذه البشارة هي من تتفاعل في قلوب المؤمنين، لأنه إحنا بالفرح تغمرنا الفرحة الكبيرة في أجر الصليب لكل البشرية، وانتعشت جميع أسئدتنا للمسيح قام والتي فيها تصدح الحناجر في هذه الأوقات القيامية. وكان الفصح هو النشيد الموسمي اللي نرتل فيه، ونحن نرحب دائما أنه هل يسوع المسيح الذي نزل إلى أسفل دركات الأرض وقام منتصرا على قيود الجحيم. بهمنا احنا في هذه المناسبة أيضا أنه يكون فرح القيامة موجود في كل بيت من بيوتنا، من كل بيت الذين لم ينالوا صورة القيامة في السنة الماضية ولم يشتركوا في القضاديس بسبب الحظر الشامل، ولكننا نحن كنا فرحين في هذا العام. رأينا الكنائس ملآنة بجموع المؤمنين التي جاءت للاشتراك في جميع الخدم خلال الأسبوع المقدس وحتى القيامة. مرة أخرى سلاماتي إلى الدكتورة باسمة وإلى الأب جورج شرايحة، وبتمنى للجميع قيامة مجيدة. المسيح قام. احنا بنسمى الانجيل المقدس البشرى السارة، وفي الواقع ان الانجيل يحوي على بشارات سارة كثيرة، منها بشارة الملاك للعذراء في الناصرة، منها بشارة الميلاد، منها بشارة تعاليم السيد المسيح السارة، ولكن هناك البشرى الاعظم والاكبر الا وهي بشرى قيامة السيد المسيح، لأن القيامة المسيح هي أساس الديانة المسيحية، لأنه كما يقول القديس بولس لو لم يقم المسيح لما قامت المسيحية، إن كان المسيح لم يقم في إيمانكم باطل. فالقيامة إذن هي ركن المسيحية الأعظم. كان لابد للمسيح أن يقوم من الموت، لأنه هو نفسه قد أقام غيره من الموت بمجرد أمره. أقام ابنة يائيرس بقوله طليطة قومي، وللوقت قامت الصبية، والابن أرملة نائين قال أيها الشاب لك أقول قم، وللوقت قام الصبي. وفي إقامته لعازر قال لعازر هلم خارجا، خرج الميت حيا. كان لابد للمسيح أن يقوم من الموت، لأن قيامته نبوءة لابد أن تتحقق، حين قال إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. لذلك عندما قام من بين الأموات ذكر الملائكة النسوة بقول السيد المسيح ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال. فقيامة السيد المسيح هي البرهان الصافع والحجة الثابتة على صحة رسالة الإنجيل. يقول القديس بولس إن كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وإيمانكم أيضا باطل. المسيح قام، حقا قام، حقا قام، ونحن أكيد بهالمناسبة بحب أوجه الشكر وتقدير لمحطة نورسات أكيد اللي بتمثلها دكتورة باسمة السمعان حبيبتي، اللي في كل يوم جديد أكيد بهالمحطة الروحية بيأكدوا لنا من خلال محطتهم الدور المهم
للمجتمع كله وللأردن بالأخص، وأكيد بقدم باقة ورد وحب بهالمناسبة بالفصح المجيد، وبتمنى لهالمحطة المزيد من التقدم والنجاح والسير على خطى المسيح. أمين. أكيد تحت رعاية الروح القدس، وكل عام وأنتم بخير جميعا، والمسيح قام حقا قام، وربنا يبارككم ويكون دائما معاكم. شكرا شكرا مسير، الله يباركك ويبارك رسالتكم كمان.